السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. يعني هذا راح يكون اول فيديو ولا اول درس، يعني واش نحتاجو، يعني كون نبغوا تجينا يعني زبونة باش نقصوا لها شعرها، يلزم يكون عندنا يعني ادوات. يعني اول حاجه بيان سور زبونة كي تجي تنحي قشها، ندوها نغسلوا لها شعرها باينه، شامبوان، ماسك. يعني الا كاني نشوفوا شعرها اسكو يحتاج لو ماسك، ما يحتاجش، يعني نوع الشعر مزيت ناشف، اسكو نستعملوا لها شامبوان يعني للشعر الجاف او الشعر الدهني، لو ماسك ثاني ثاني تكون كاينه زعما اون سيرفييت يعني باش ما تتشمخش الماء، نشوفوا اسكو الماء تياد اسكو الماء بارد. وفي الاخر دائما يعني كي نغسلوا لها توجور نشلوا الشعر بالماء البارد، الماء البارد يعطينا لابريونس في الشعر. اول حاجه من بعد كي تكملوا للزبونه جيبوها للكرسي، يعني وين راح تقصوا لها شعرها. انا يعني ان شاء الله غادي يكون عندي فرص يعني باه نقصص الشعر وندير دي كوب ونصورهم ونحطهم لكم كيفاه تسيبارو الشعره، كيفاه تقطعوها، كيفاه درجه التقطيع كل كوب وكيفاه. اول حاجه جيبوا الزبونه للكرسي، يعني ما نقدروش نقصوا الزبونه وشعرها ناشف ابدا الا يكون الشعر مشمخ بيان كوم يفو بيان موي. دونك اول حاجه تجيبوها ديروا لها لا كاب، لا كاب هذه نشوفوا فيها البنات لا كاب هكا، تركبوها لها ديروها بلا زبونه، تركبوها لها وتبلعوها لها على بال واش لا كاب. لا كاب باش الشعر تاعها ما يهبطش عليها على قشها وباش ما يوسخهاش، شغل تسترها كامل هذيك لا كاب، ما يطيح عليها والو، ما توسخ ما والو. من بعد كي نكملوا نفضوها وتروح نظيفه لاباس عليها. اول حاجه واش يكون عندنا البنات، يكون عندنا الماتيريال هذا هو عباره على واش لي بانس، تحبوا لي بانس كيما هادو كيما هكا لي بانس كيما راكم تشوفوا البنات لي بانس، ولا تحبوا هاد لي كراب، لي كراب كيما هكا اون بلاستيك يعني اللي تساعدك اللي موالفتها يدك ماشي مشكل. ولي بان عندنا البينالك هذا السلاك هذا المشط، هذا المشط اللي عنده لا كو هذه الذيل تاعو، وهذا هذا هذا خصوصا للقص، هذا اللي نستعملوه للقص، هذا اللي نقصوا به ماشي هذاك، هذاك بوغ لا سيباراسيون اللي ما تعرفش تسيباري. مع الوقت كي تكونوا تعرفوا تسيبارو وتولوا بروفيسيونيل تولوا تستعملوا غير هذا وتسيبارو غير هذا بزاف عليكم. صح راهي ريحت لا كليونت، بلاصينا لها لا كاب. اول حاجه نسرحوا لها شعرها بالمشط، بالمشط هذا بالبروسه هذه البنات. البروسه لازم يعني قبل ما نسيبارو الشعر يكون الشعر كيما نقولوا حنايا سالك يعني ممشوط مسرح باش ما يغبنكش من بعد في التقصاص يعييك. من بعد نسيبارو بلي بانس، ومن بعد عندنا المقوصه، يعني كاين يعني لي تيب تاع المقوصه بزاف ما يكملوش المقوصه بحر، كاين اللي حتى يوصلوا حتى 4 ملايين ونص بالك راكم تعرفوا كيما الجاكوار غالي بزاف. كاين هادو تاع الطليان بروفيسيونيل، كاين هذا، كاين هذا على سبيل المثال نوريكم هذا البنات، هذا راكم تشوفوا فيه، هذا البنات هذا تاع الطليان مليح صادق ما عنده ما خصو شباب وكاع هاهو ليكم. وعندنا هذا ثاني مقص ثاني فاش نحتاجوه البنات سموه لو سكولتور، هذا نحتاجوه في الايفيلي ولا مرات يكون شعر يكون الزبونه شعرها غازر نقصوا به الغزاره تاع الشعر راكم تشوفوا فيه، هذا هو ثاني مقص. وهذا يعني توجور يكون عندكم بروفيسيونيل اوسي، يكون عندكم مقص زياده توجور زياده اون كاو ما يطيح يتكسر مانيش عارفه، توجور المقص يكون بزياده. والفابو هذا تحتاجوه بالبزاف، يعني بار اكزومبل راكي تقصي الشعر نشف الا يكون الشعر مشمخ مليح مليح في القص تحتاجوا هذا الفابو معمر بالماء، يعني الماء دافي من الاحسن ما يكونش بارد. وكل ما تحسي الشعر نشفت عاودي اعطيها الماء مليح باش يعني يساعدك الشعر في القص ويتقص بيان، تقص يتقص بيان سمحوا لي يتقص بيان، باسكو الشعر اللي تتقص على الشعر ناشف ديروا في بالكم ما غاديش طوال، والشعر كي يتقص ناشف يزيد يتفرشى ما غاديش يكون صحي. كاين اللي يقصوا بلا طوندوز ايتو، من لا طوندوز خطرات نفينو بها لا فينيسيون ايتو معليش، بصح ماشي دائما، يعني من الاحسن اللي يتقص الشعر يعني وهو مبلل. وفي الاخر ماشي في الاخر ما قبل الاخر
يكونوا عندكم لي تيب دو بروس هادو لي براس البنات. راكم تشوفوا البنات عامليكم موين شويه رقيقه عليها. كاينه اوسي كاينه هذه صغيره 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 صغيره. كاينه هذه كاينه هذه العريضه البنات العريضه العريضه الشعر طويل. وكاين هادو هادو ما تاع لو اينوكس فيهم كاع لي طاي هادو يعاونكم بزاف 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 في لافور بزاف ملح هاد لا كاليتي تاع تاع لي براس. دونك راني نحاول اني نكون سريعه ونقصر لكم في لي فيديو يا البنات يعني باش ما تملوش وما تكرهوش وتدوا يعني فائده. ويكون ثاني من الاحسن يكون عندكم يعني هاد لو سويبور على جال لو سيشوار وعلى جال لي بروس دو بريفيرونس. يعني والسيشوار ثاني البنات يكون ثاني بروفيسيونيل ما يكونش يعني سخون 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 اللي يحرق يحرق الشعر وما يكونش يعني ثاني يعني بارد لانه لا كان بارد ما يخدملكش الشعر ما يعمل والو ما يدير والو. وعندكم يعني من بعد اللي تنشفوا للزبونه كاين اللي تحب دير سيروم كاين اللي ما تحبش كاين اللي تبغي لالا كاين اللي ما تحبش. وكاين البنات كاينه ثاني حاجه ماشي كاع الحفافات يديروها وكاين اللي يديروها كاين اللي يجيبوها معاهم الزبائن هذا السبراي هذا كاين سبراي وكاينه لا كريم كوافونت كاين سبراي وكاين لا كريم كوافونت كاين سبراي وكاين كريم كوافونت. دونك باش تحافظوا على الشعره يعني باش ما يحرقهاش السيشوار ما يحرقهاش الليسوريت ومننا ديروه يعني على الشعر مبلل يعني قبل ما تبداو لو سيشوار تاعكم ولا لو بروشينغ تاعكم. وكاين اللي يبغوا يعاودوا الشعر يعني لا ميزون فام يعاودوها بال يعاودوها بالليسور يعني الليسور توجور يعني ما تفوتش درجه حرارته 200-230 درجه الماكسيموم تاعه يعني في كي تعاودوا كي تعاودوا لا فورم. وهذه هي يعني عطيتكم يعني واش تحتاجوا يعني لقص الشعر مبدئيا. وان شاء الله يعني تكون كاينه فرص ماشي فرصه على جال ديكوب نصورهم ونوريكم تقنيات قص الشعر من الف الى الياء. على بالي بلي القص في الاول ماشي ساهل صعيبه تحكموه مي مع العاده والتعود تولوا خفافات وتولوا فنانات في القص نتوما اللي تكريو لي كوب ان شاء الله. واش نقول لكم يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه قبطتوا شويه كاش حاجه كاش استفسارات يعني ابعثوا لي ولا خلوا لي دي كومونتير في اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا الانستغرام. وما تنساوش تابونوا البنات ديروا ابوني به كاع واش ندير فيديوهات يطلعوا لكم يعني كل ما هو جديد يطلع لكم تمتم يعني ما تبقاوش شاك فوا تستناو ولا تحوسوا كل ما ندير فيديو جديد يطلع لكم اوتوماتيكمون. ما تنساوش تابونوا لي وكاش ما احتاجيتو ولا سؤال ولا استفسار يعني خلوا لي في لي كومونتير. السلام عليكم والدرس المقبل ان شاء الله.